ده كان سؤالي للأستاذ أمير، هل المطلوب في الفترة القادمة هو المدير الفني المصري بعد فشل المدرب الأجنبي للفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية وفشل كيروش أيضا في نفس بنفس الطريقة بنفس الشكل وعدم الصعود أيضا لكأس العالم؟ يعني خليني اقول لك، يعني برضه هضيف لي أنا عايز رأيك كلمة. صراحة. انا بصراحه يعني انا ماشي. كنت من ضمن المتحمسين جدا لكابتن حسام، بس يعني حتى مش في الفتره دي، لفترات طويله جدا تم التعاقد فيها مع او تم طرح فكره المدير الفني الوطني. فليه ما كنتش تفكر في كابتن حسام؟ وهو رجل يعني لديه من الخبرات كلاعب وحتى كمدرب، بدايه مشواره التدريب من 2008. برضه في بعض الاقاويل، طب هو ما حققش بطولات؟ لا، ما هو معلش، مقياس النجاح في المدرب الوطني انت بره الاهلي والزمالك القصه مختلفه تماما. يعني اغلب مشوار التدريب للكابتن حسام حسن انا هعتبره نجاح لما يوصل مع النادي المصري لنصف نهائي الكونفدراليه، ده نجاح كبير جدا. يوصل معاهم لنهائي كاس مصر، نهائي كاس السوبر مع نادي الزمالك، يمكن فترات مش كبيره، ويمكن فتره منهم في 2009 ما كانتش في افضل فترات نادي الزمالك، وقدر ان هو طلع يقود المركز الفريق الثاني. المركز الثاني. فكل دي تعتبر نجاحات كابتن حسام. من المدربين اللي مش بس عنده فكر فني مميز، لا كمان اللي بيميزه اكتر حته اللعب بروحه بقلب. احنا واحنا بنتفرج على جرينتا في الملعب بالظبط، يعني. احنا واحنا بنتفرج على بطوله كاس الامم الافريقيه الاخيره كنا بنقول ليه اللعيبه دي يعني ما فيش روح في الملعب، تعوض على الاقل بعض الشكل الفني العشوائي اللي احنا كنا بنشوفه مع فيتوريا. بالمناسبه فيتوريا انا واحد كنت من المتحمسين جدا لتجربه فيتوريا ما قبل امم افريقيا، لان فيتوريا ما قبل امم افريقيا حاجه واثناء امم افريقيا حاجه تانية، ويمكن ده حاجه بشهاده الناس اللي كانوا معاه. يعني المدير الفني تحس ان هو اتفاجئ تماما بالوضع في افريقيا، اتفاجئ بمستوى بعض اللعيبه، لكن انا في النهايه انت المسؤول قدامي، انت اختياراتك دي مش بتاعتنا يعني، بالظبط. تفاجئ انت عارف هو جاي هو اللي تدرب اختار مين القايمه، صحيح. هو اللي اختار هو القايمه، اللي اختار القايمه، اللعيبه ما حدش في قال له افريقيا خد ده وما تاخدش صحيح. دوت. وبعدين احنا حتى كنا بنتكلم انا استاذ مينا في الحلقه اللي فاتت على نفس في لعيبه هو خدها وما لعبهاش، بالظبط، ولعيبه دخلها في الثواني الاخيره، احنا مش فاهمين هو انت وخد لعيبه ايه. في ال 90 لعيب اللي قبل كده ولعيبه اسماء، صحيح، وباي باي ما يعني. ما فيش ما ده ما خلوش ما دخلوش السكور، ما دخلوش اصلا تمرينه. هو قال لك 50 لعيب ولا 90، قال لك 50 لعيب في الاول، 50 عفوا مش لعيب 90، 50 لعيب، 50 لعيب، حط منهم كابتن شيكابالا، كابتن عبد الله السعيد، بعد كده بعدها 3 4 ايام نزلوا 27 لعيب شبه. ما فيهمش شيكابالا، ما فيهمش عبد الله، اللي هم احسن اثنين كانوا الفتره دي في الدوري، ممتاز رقم 10 تقريبا يعني، بالظبط. تقريبا وبعدين حتى تقريبا. تصريحاته فيتوريا ما قبل امم افريقيا كانت يعني ايه يعني كانت بتخلينا كده لا نتوجه سخيفه، ان المدير الفني ده لا مش داخل، ان هو ما عندوش تارجت البطوله الافريقيه، ويمكن زي ما قال احمد ما فيش في عقده ما ينص على ان هو على الاقل يوصل لسيمي فاينال. طب ليه انت ما تعملش عقد بالشكل ده؟ انت كمدير فني مش حاسس ان انت من ضمن اولوياتك على الاقل توصل دور الثمانيه سيمي فاينال بالنسبه للبطوله الافريقيه، وانت كمنتخب حصد اللقب 7 مرات قبل كده، البطل التاريخي، كل شويه المنتخبات بتقرب منك، يعني كاميرون 5، نيجيريا 3، كوت ديفوار دلوقتي 3. فبالتالي الموضوع مش بالسهوله دي ان انت تتعامل مع بطوله امم افريقيا كانها جزء من اعدادك للمونديال. ويمكن بطوله كاس العالم والتصفيات السنه دي يعني ما اعتقدش انها بالصعوبه الكبيره ان انت تبقى بالنسبه لك ده التارجت الوحيد اللي انا هشتغل عليه. عشان كده يمكن حسب ما عرفت برضو بالنسبه للعقد اللي هيبقى للكابتن حسام حسن هيبقى فيه الوصول لدور الثمانيه من ضمن الاهداف.